أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، يقول هل يفهم من هذه الآية أنه كان في الأرض سكان قبل ذلك غير بني آدم؟ نعم، خليفة يعني يخلف من قبله، الخليفة هو الذي يخلف من قبله، فالأرض لا يزال فيها سكان وفيها مخلوقات. نعم.